السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امبارح كنا بنحتفل يا جماعة بفوز الجزائر وكانت فرحة طاغية. النهاردة في احتفال جديد وهو اننا وصلنا ل 100,000 سبسكرايبر على اليوتيوب. 100,000 سبسكرايبر، ما انتوش متخيلين يا جماعة يعني ايه يوتيوبر يوصل ل 100,000 سبسكرايبر على اليوتيوب. انا اول فيديو نزلته كان يوم 24 فبراير اللي فات، يعني من حوالي 5 شهور بالظبط. النهارده 24، النهارده 16/7 يوم الثلاث الساعه 1:30، يعني بالظبط تقريبا بقالنا 5 شهور الحمد لله وصلنا ل 100,000 سبسكرايبر. طبعا كله بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم الناس المحترمه اللي وثقت فينا ودعمتنا ولو حتى بكلمه في الاول ونصايح. عايز اقول شكرا لكل الناس يا جماعه اللي دعمتنا. كمان حاجه يعني تاج على راسنا وهو الشعب الجزائري حبيب قلبنا، لان اكتر من 55% من القناه جزائريين، اكتر من 55% من الجزائريين. عايز اقول لهم شكرا جزيلا من القلب، شكرا للرسائل الجميله اللي بتدعتوها لنا دعم لينا على اللي بنقدمه. اوعدكم يا جماعه ان الفتره اللي جايه ان شاء الله هنقدم حاجات هادفه اكتر وحاجات احسن ان شاء الله. هنكمل بعد بطوله امم افريقيا، هنركز على شمال افريقيا، على دوريات، على المحترفين، هنقدم حاجات كتيره جدا ان شاء الله تعجبكم. عايز اقول ان انا فرحه كبيره يعني ان احنا وصلنا ل 100,000، ولكن ما زال المليون، انا جاي في المليون ان شاء الله في الطريق. يعني مش هنبطل، دي هتبقى حياتنا ان شاء الله. يا رب نقدر نقدم حاجة هادفة في الفترة اللي جاية. شكرا لكل الناس اللي دعمتنا، شكرا من القلب على راسي والله. واكيد هيبقى في احتفال كبير، بس هنأجل اي احتفال لغاية ما نحتفل بفوز الجزائر بكأس أمم أفريقيا ان شاء الله يوم الجمعة اللي جاية. واستنونا في الفرحة الجاية ان شاء الله، وهو تروحوا في اي حتة. والف مبروك عليا وشكرا جزيلا ليكم يا جماعة لل 100,000 سبسكرايبر، فرحة لا تتخيلوها. شكرا من القلب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.